نشر الفنان محمد رمضان فيديو من داخل حمام السباحة، وظهر وهو يلقي الكثير من الدولارات في المياه في إشارة لعدم اكتراثه للمال. ونشر محمد رمضان الفيديو على صفحته الرسمية على موقع إنستغرام، وعلق عليه وقال: بالمحبة. كانت المحكمة الاقتصادية قضت اليوم بإلزام محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه كتعويض للطيار أشرف أبو اليسر عن الأضرار التي لحقت به بسبب نشر الفنان محمد رمضان لصورة داخل كابينة القيادة. وطالب الطيار أشرف أبو اليسر في الدعوى المقامة ضد الفنان محمد رمضان بالتعويض نتيجة للأضرار الأدبية والمادية التي تعرض لها بسبب صورة نشرها الفنان على متن الطائرة التي يقودها الكابتن الطيار أشرف أبو اليسر. يأتي ذلك بعد الأزمة التي تسبب فيها رمضان مع زملائه الفنانين بعدما أعلن استعداده لبطولة فيلم عن الملك أحمس في 2023، الأمر الذي تسبب في غضب عدد كبير من الفنانين تضامناً مع الفنان عمرو يوسف الذي يجسد شخصية أحمس في مسلسله الجديد الملك الذي تقرر إيقافه من جهة إنتاجية لحين دراسته تاريخياً وأثرياً. والجدير بالذكر محمد رمضان ينتظر عرض مسلسله الجديد موسى بطولة سمية الخشاب وعبير صبري ورياض الخولي.